كل اللي بيشوف كوم وراديو شاهين هواها مصري. النهارده معانا نجم ستار اكاديمي محمد شاهين، مرحب بيك ونقول لك منور القاهره ومنور مصر ومشرف مصر. حبيبي حبيبي ربنا يخليك يا رب، برحب بكم اكيد 90 90 هواها مصري. حبيبي حبيبي ربنا يخليك، وانت مشرف المصريين في كل الدنيا يا رب. تسلم، الحمد لله رب العالمين، شرف ليا اكيد، وانا فخور بالحاجه دي اكيد. ربنا يخليك محمد، طمنا عليك، خطواتك الجايه ايه؟ ان شاء الله باذن الله، قلت ان انا ان شاء الله خلال الشهر الجاي ان شاء الله هيكون في حاجه، لا يكون في مثلا امضي عقد مع حد معين، او باذن الله اعمل سنجل، او نشوف البوم، يعني اي حاجه، بس ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي هيكون في خطوه ايجابيه يعني ان شاء الله. محمد، انت عارف ان الجمهور بتاعك كله والفانز بتاعك كله في كل الدول العربيه منتظر منك الجديده على طول وبسرعه، فانت واخد بالك من النقطه دي؟ عارف ان في شركات كتيرة جدا بتحاول تفوز بتوقيعك، يا ترى حددت الجهة اللي انت هتروح لها ولا؟ والله بصراحة لسه انا يعني لسه ما قررتش يعني، بس شفت كذا حاجة، لكن لسه ما مرستش على حل معين، بس ان شاء الله خير يعني، هشوف الاصلح فين والاحسن فين وان شاء الله هروح له يعني. نقول للجمهور بتاعك كده، في خلال قد ايه بالظبط ممكن تكون خلاص وقعت وتبتدي تجهز فضل حوالي باذن الله شهر من دلوقتي هكون مخلص باذن الله كل حاجه، وهتعرف ان انا وقعت مع شركه ايه وهشتغل مع مين بالظبط وكده يعني باذن الله ان شاء الله. الشكل او اللون اللي انت ناوي يعني تمشي فيه في الفتره الجايه ايه بقى؟ هو انا عامه الناس عارفه ان انا كنت بغني شعبي وكده، بس لما دخلت ستار اكاديمي غنيت جميع اللهجات، فهنشوف هنجمع ايه بالظبط من الغنى المصري وهخوض فيه يعني ان شاء الله. حياتك اختلفت ازاي من الشهر اللي فات للشهر ده؟ من قبل يعني ستار اكاديمي وبعد ستار اكاديمي؟ من قبل ستار اكاديمي 14 شهر كتير. 14 لا، من قبل ستار اكاديمي. انت اول مره كنت داخل المطار، وصف لنا ازاي وانت راجع المطار ازاي؟ لا انا داخل المطار عادي خالص، انسان محدش يعرفه عادي، ممكن تشوف واحد زميلي ولا حاجه بس سلم عليه ولا بتاع، لكن وانا راجع بقى لقيت ناس عالم مستنياني في المطار وكده، فدي لوحدها خطوه يعني، خطوه جميله جدا، انا فرحان بقى جدا والله العظيم، ويا رب بس. كنت متوقع؟ كنت متوقع ايه؟ الناس تستناك في المطار بصراحه؟ لا ما كنتش متوقع يعني الكم ده كتير، قلت اكيد مثلا في برضه ناس بتحبني بس مش بالكتره ديت يعني، بس الحمد لله رب العالمين لقيت حاجه حلوه، وكان الشكل جميل قوي يعني، كانت حاجه فظيعه، وناس جايبه لي كادويات، وناس جايه من كل حته، وناس جايبه اهلها وبعيالها، فدي لوحدها حاجه انا لازم احافظ عليها يعني. محمد، انت تقدر طبعا الوصول للقمه سهل جدا، لكن المحافظه عليه صعب. اكيد اكيد طبعا، انت لما توصل لمكان معين من نجاح حلو، ده حلو، لكن ازاي تحافظ عليه بقى، هو ده الموضوع. مين تقول له بقى من اسرتك او اصحابك شكرا انت اللي وصلتني للمكان ده؟ اقول لوالدي ووالدتي شكرا ان هم وصلوني وكبروني وعملوا مني حاجه، بقول لهم يا رب اكون عند حسن ظنكم بالخير بس، ويا رب ما يحرمني منكم ابدا ويخليكم لي يا رب. احنا قرينا في بعض المواقع وبعض الصحف ان انت بتقول انا فخور بامي وفخور بابويا اكيد مين في الدنيا ما يفتخرش بامه وابوه؟ مين؟ انا فخور بيهم وفخور بيهم لابعد الحدود يعني، اكيد الام وابوه ورب يخليهم يا رب. نفسك بقى بعد كده يعني كغنى ولا ممكن يبقى في تمثيل، ممكن يبقى في ارتباطات؟ لسه ما نعرفش باذن الله، هنحدد، بس اهم شيء نشتغل في الغنى الاول، وبعد كده نشوف التمثيل، نشوف الارتباطات، نشوف باذن الله. طب احنا شايفين الاستاذ محمد رفاعي برضه، ممكن تندهه كده وانت تعالى يا استاذ محمد بعد اذنك. استاذ محمد رفاعي طبعا الملحن والشاعر الكبير، استاذ محمد شاهين. مرحبا بيك يا استاذ، 99 ومبتدأ دوت كوم. مين؟ مبتدأ دوت كوم حبيبي. عاد قول لي بقى، انت النهارده موجود هنا كده، احكي لنا ايه بالظبط؟ بص انا عشاء متفائل بيه جدا جدا، وشايف ان ده ان شاء الله هيبقى في مكانه كويسه جدا. دلوقتي احنا كنا عارفين الفنان محمد رفاعي، دلوقتي المنتج محمد رفاعي مع محمد شاهين، يبقى في ريحه تعاقد جديد، في شغل جديد بينكم ان شاء الله. لسه ما وصلتوش لحاجه يعني ولا ايه؟ لسه في مرحله العقد. لسه باذن الله احنا ممكن نعمل سبق يعني ونقول الانتاج. يعني لا بص هقول لحضرتك على حاجه، هو بعيد عن الانتاج، بعيد عن اي حاجه، انا محمد واخده اخويا الصغير، ويهمني نجاحه، لان انا بهتم جدا جدا في الفتره دي ان لازم مصر صناعه الموسيقى فيها ترجع، مصر ترجع تاني،
ترجع بيه وبأحمد جمال وكل الفنانين الأصوات الطربية المهمة في مصر نرجع تاني يبقى عندنا مكانة كبيرة في احنا عارفين طبعا انت عامل مصيدة كبيرة دلوقتي للمواهب الشابة وان انت بتتبناهم وان انت بتخليهم بقى ايه يعني يبقوا نجوم كبار. هقول لحضرتك على حاجة، هي مش قصة مصيدة، احنا بختار الناس اللي انا بشوف فيهم المواصفات اللي بتنطبق على شكل يعني عايز اقول لك محمد شاهين مش مطرب برنامج، يعني في حالات كتير جدا بنسمع وهوبا جدا وخرجت من البرامج والكلام ده كله بس ما خدوش نفس الحالة. اكيد الواحد برضو بالخبرة عنده نظرة، يعني انا شايف محمد في حتة تانية خالص. ايه الحتة بقى انت شايف فيه؟ شايفه في نجاح، يعني محمد عنده خبرة في اللايف، محمد مصري جدا، صوت مميز جدا، عنده حضور وكاريزما عالية جدا، واخد بالك؟ فعنده مواصفات النجاح، عنده ادوات النجاح. اظن دي شهادة من فنان كبير زي محمد رفاعي، دي حاجة بقى يعني اكيد دي حاجة انا يعني بشكره جدا عليها، وده شرف ليا ان هو يقول كده عليا، ومش عشان هو واقف معايا يعني، لا عشان انا عارف اسم محمد رفاعي. محمد رفاعي اللي هو طبعا صنع نجومية فنانين كتير جدا، مطربين كتير جدا، منهم عمرو دياب، منهم اليسا، منهم اصالة، منهم شيرين، عمل من افضل الاغاني اللي احنا كلنا بنحب نسمعها لغاية دلوقتي يعني. حبيبي متشكر جدا حبيبي، احنا بنتمنى لك توفيق وان شاء الله يبقى لنا السبق ان احنا متواجدين وقت التعاقد بينكم ان شاء الله كده. يا رب يا رب، انا اتمنى يعني باذن الله ان شاء الله. توفيق ونشكرك جدا. سي جد ربنا يخليك، شكرا مرسي. شكرا نورتونا، شكرا. الله يخليك، شكرا، على السلامه. كل 90 احنا كل اللي بيسمعونا على 90 وبيشوفونا على متابعتكم، احنا النهارده كنا في يعني حاجه مفاجاه وحاجه لينا وبس. مبتدا السلام عليكم.